غادي نعملوا واحد الحوار حول الفرقه النحاسيه ديال العريش، الفرقه المعروفه اللي بدا رائد الفرقه هو الطحيني، واللي عرفت الاوج ديالها في الفتره ديال السبعينات وكذلك في الفتره ديال الثمانينات الى بدايه التسعينات. تلاقينا مع الرواد اللي باقي ما حافظ هذا الفن هذا، قدم لنا السميه ديالك عبد الرحمن مصطفى. عبد الرحمن مصطفى، انت علاش كتضرب؟ شنو كاسكلا؟ كاسكلا ورينا عطيك هذا اللي كتضرب عليا. كاسكلا هذا كاسكلا، يعني واش كيف زعما واش كيوضح ضرب الصوت؟ فيه الصوت بزاف. كيوضح الصوت مزيان. كيوضح الصوت هذا يعني كآلات، يعني كيتوازن مع شي آلة أخرى اللي كضرب هذيك جروسكيس، يعني الصوت كبير. صوت كبير ديال البومبو. جروسكيس بحال الصندوق الكبير. الصندوق الكبير تما. شنو كتبغي تعني زعما علاش؟ يعني مثلا ارتكاز ديال الأساس ديال الانضباط والإيقاع تما هو جروسكيس هو هذا. واخا، وهذه فرصة باش تعرفنا على هذاك هو جروس. هو جروسكيس. الصندوق الكبير يعني هو بحال هو هو الطبل، يعني الطبل هو الصندوق الاكبر ديال الاخر. واخا، اذن كاين جوج عندكم ديال الطبل اللي كضربوا هذا وذاك الاخر. ثلاثه وفين الثالث كيفاش؟ هذا الطنبور الاسبانيول. الطنبور الاسبانيولي، يعني الطبل الاسبانيولي صغيور. اذن هادو كلهم كيمشيو مع بعضياتهم. مع بعضياتهم الضرب اللي كيمشيو مع بعضياتهم، الضرب توازي مع بعضياتهم. واخا، والالات الاخرى اللي كتضربوا بهم؟ الالات الاخرى ترومبيت الساكسون. الساكسون يعني الالات غربيه ياك؟ غربيه. الات النفخ. وعندكم شي اله اخرى شعبيه؟ من الفولكلور الشعبي. انتم كديروا الفولكلور الشعبي المغربي؟ نعم. كتغنيوا الاغاني المغربيه والاندلسي والشعبي والطرب الجبلي وكل شيء المغربي كامل، حتى الاغاني المغربيه العصريه وشي الشعبي والراي وكل شيء كتغنيوا جميع الفنون المغربيه. نعم. اذا والمارش عسكري. واخا، انت الصفا. نعم، عبد العلي الصفا. عبد العلي الصفا كذلك عضو من الفرقه. انت علاش كتعزف؟ كنعزف على الترومبيت. على الترومبيت. نعم. هاد فوقاش بديت تعزف؟ انضميت للفرقه. الطفوله ديالنا حنا كنخدموا هاد الشيء، كنا مع المعلم ديالنا بو خيي الله يرحمه مسكين، هو اللي تعلمنا مع هاد الالات هادو ديال الترومبيت. هو اللي علمكم؟ نعم، على يدو خرجنا حنا على يدو. يعني كنتوا كتجيو للقصبه، كتجيو للمقر ديال الجمعيه، تما كان كيعلمكم. نعم اسيدي. وشحال الجمعيه في ذاك الوقت؟ شحال كانوا فيها ديال الناس اللي كيتعلموا؟ ذاك الوقت اللي تعلمنا معاهم حنايا راه كانوا تقريبا 22 ديال البشر. نعم. كانوا قدماء المحاربين، خدمنا معاهم حنايا. حنا كملنا معاهم هما، جبرناهم هما الناس كبار وشويه شو ذاك الشيء، او كيزيدونا عاوتاني كلمات من عندهم اللي دوزوا هما مع اسبانيول ومع المغرب. نعم. لحقناهم حنا. قدم السميه ديالك؟ السميه ديالك. السميه ديالك. قول واخا، شفناها. انت كتضرب بالطنبور الطبل الاسبانيولي صغيور. قدم لعافاك السميه ديالك. عبد الرحمن المهدي. شحال من عام انت في الفرقه؟ وشحال عام انت كتضرب الطبل هذا الصغيور الاسبانيولي؟ ماشيين دابا هادي تقريبا دابا شي 30 سنة ولا 40 سنة في هاد المرحلة. كتضرب على الطبل ولا كتضرب حتى الآلات الآخرين؟ لا الطبل. الطبولة كاملين ولا هذاك أنت مخصصها في هاد الإسبانيول؟ كيضرب هذا وكيضرب. كتضربهم كاملين؟ نعم كاملين. نعم. واخا. آلة وحدة. هو بالنسبة لك أنت شنو يمكن تقول لنا على الفرقة ديالكم الفرقه ديالكم المشاكل اللي يعني الظروف اللي كتخدموا فيها؟ الظروف ديالها كانت عندي بنينا في المرحله اللي حنا عايشين فيها، المشكله ديال الموسيقى وهادي، واحد يشرب الامور ديالها من الاول للتاريخ ديالها. نعم، انتم مازال محافظين على واخا الظروف يعني اللي كتخدموا فيها صعيبه شويه، على التراث ديالنا، ويعني وما كاينش شي تعويض اللي كيكفي لكم العيش مزيان وداك الشيء؟ لا، ومازال رغم ذلك يعني محافظين على هذا الفن وهذا التراث هذا. محافظين على التراث. معلم. معلم. نعم. قدم لنا السميه ديالك. اسمي الحسين البشداضي، مواليد 1943، مدينه العرائش. وهاد الاله اللي كتضرب عليها الساكسوفون؟ نعم. نعم. الساكسوفون اله غربيه. اله غربيه. انت كعضو في الفرقه النحاسيه ديال العريش؟ النحاسيه من اول تاسيس ديالها.
الأول تأسيس ديالها شنو؟ 62 63. نعم، والقائد ديالكم هو مرحوم هاشمي بخية. نعم، هاشمي بخية مرحوم الفرقة النحاسية، رائد ديال الفرقة النحاسية، مؤسس الفرقة النحاسية. مؤسس الفرقة النحاسية. دابا انتم شحال بكم ديال الأعضاء اللي كاينة في هذه الفرقة هذه؟ هاد الساعة في هذه اللحظة هذه كاينة 26 أفراد. نعم. أن نقطعوا الناس اللي هما كيستعملوا هذه الآلات النحاسية ولا عندهم الخدمة عسكرية. حاليا أنا عندي الخدمة عسكرية. نعم. أن تعلمت أكثر، تعلمت مني كنت في الأرمي، تعلمت هو والكلارينات. الجيش يعني كنت في الأرمي في الفرقة النحاسية. الفرقة النحاسية ديال نعم. ديال ليتو مايور جنرال. نعم، القيادة العامة للجيش الملكي في الرباط. نعم، وشنو يمكن تقول على هذا يعني هاد الفرقة النحاسية يعني التاريخ ديالها واللي دازوا فيها يعني اللي كانوا فيها؟ واحد المرحلة ديال الناس اللي هما كانوا تابعين الجيش الملكي، اللي كانوا خرجوا بالتقاعد من الجيش الملكي أسسوا هذه الفرقة. ذكرنا بعض الأسماء اللي كانوا في الفرقة اللي السمية ديالهم كاملة. بزاف الأفراد، بزاف الأكثرية فيهم ماتوا. كاين سيدي حسن العسري كان كامل البومبو، كاين بابوشا، كان سوماتي، كان بوخريس، كانوا المعلمين القدامين، كان مليوطنا الجوكي، كان شريف البقالي كيعمل كليرو، كان مبارك تيتو معروف في البلاد بتيتو، كان مصطفى الصحراوي. وهاد الفرقة النحاسية واش يمكن نتوما كتعلموا دابا هاد الشباب اللي كاين اليوم واش كيتعاطوا لهاد؟ لا ما كاينش الفن ديال ما كاينش الفرقة النحاسية يعني ما كاينش ما كاينش ما كاينش شي واحد هنا في البلاد اللي رد البال هاد الفرقة يقدر يحييها، لا من الجمعيات ولا من الحكوميين مثل البلدية اللي هي كتسمى على اسمها. هاد الفرقة هذيك خاصها البلدية هي اللي تأسس، هي اللي تقوم بها. ولكن احنا ما عندنا قدر. دابا انتم الوضعيه ديالكم كيفاش؟ الوضعيه ديالكم يعني مترديه بزاف، يعني ما عندكم حتى شي دخل قار يعني من شي لا والو. الا ما خدمتش شي بلاصه يعني حماله. احنا بحال منومين. حتى كيستدعيكم شي واحد يكون عنده شي حفله ولا شي حاجه؟ اختصاصا شي ديال الحفلات استقبال الاستعراض بحال هذا دابا استعراض بهذه المناسبة ديال نعم. الفرقة النحاسية اللي كتستعملوا بالإضافة لهاد الساكسوفون شنو هي يعني الآلات اللي كتستعملوا؟ عندنا الساكسو، ساكسو، عندنا الترومبيت، وعندنا الإيقاع، آلات إيقاعية. ثلاثة ديال الحاجات، كاينة الطنبور، وكاينة الصنبل، وكاينة الكروفكيس. انتم عندكم شي محل ديالكم؟ عندنا المركز. فين عندكم المركز ديالكم؟ فين عندكم الجمعيه ديالكم؟ جمعيه قديم ماشي اليوم. عاد دائما عندكم واحد 30 عام وحنا تما في ديك المركز. نعم، اذا اللي كيكون عنده شي حفل او لا شي نشاط ولا شي حاجه المركز عندنا الدعايه ديالنا معروفين غير باللباس ديالنا. نعم. ويمكن تقدم دابا الفرقه اللي كتشارك في الميران العبد الصمد كاين فيها وشكون الاعضاء ديالها منين كتكون؟ كاينه عبد العالي، كاينه مصطفى، كاينه سعيد، كاينه عبد السلام، كاينه عبد الرحمن. هاد الساعه هاد اللي كاينه وانا ف...